السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ما شاء الله تبارك الله. اليوم الأحوال الجوية ومعنا مراسلنا محمد الإبراهيم من الخضيرة. تفضل أخوي محمد، أعطنا اللي عندك، يلا سرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. اليوم نشرتنا الجوية أجواءنا غائمة كليا، مسحوبة بالرعد والبرق والهواء البارد، ونتوقع بل الساعات القادمة أمطار غزيرة جدا. وننوه وننبه أصحاب الهلوكسات والجيوب، اقعدوا بدوركم، أشغلتونا الله يشغل الشيطان، واشغلتوا الدفاع المدني، وانتليت الجوالات من مقطعكم. اي والله العظيم، قسم بالله العظيم، واستدعكم الله. ومعك المايك يا اخي عبد الرحمن بالاستديو. السلام عليكم حبايب قلب من الارض الطيبة.